لم ترتخي تلك القبضة وما خب ذلك الصوت، ولا تراجعت دقات قلب الشابة عهد التميمي منذ يونعتها إلى يومنا هذا عن كره محتل لأرضها وبغض منظر حواجزه المتطفلة على بلادها فلسطين. فتية قرية النبي صالح غرب رام الله باتت على ماء لكثرة مواجهاتها مع رعونة جنود المحتل. لم تطأطئ رأسها أمامهم يوما ولا تراجعت عن صد فوهات بنادقهم الغاشمة بصراخها الصادح في سماء أرضها. هي لا تحاكي انتفاخا صولة الأسد، بل تمضي تجسد شجاعته وتنتزع من ذئاب المحتل أخاها محمد، وتمنع هذا الجندي الإسرائيلي من اقتياده إلى المعتقل قبل نحو سنة، كما منعت جنود الاحتلال مرارا وتكرارا من الدفع بها إلى المئات من أقرانها في معتقلات الخزي الإسرائيلي. لا ترى لها مكانا إلا في الشارع، طالما أن لصوص الليل والنهار لا تنوي الكف عن النيل من أهل الأرض والسماء والتاريخ. دائما بكون بالشارع، لأن الشارع هو المكان اللي بنتي. عهد الثائرة على عمرها والمتمردة على أنوثتها لا تخطئ الهدف في قضية الشرفاء المبجلة. لازم كلنا شعبنا يتوحد عشان نقاوم، عشان تحرير فلسطين، عشان تحرير الأسرى. عتبات البيت الفلسطيني أكثر قداسة عند عهد من أن تدوس عليها أرجل الجنود الصهاينة. طردتهم بالأمس فطردوها اليوم واقتادوها إلى معتقلاتهم. إنها الاسم على مسمى، سيوفى العهد يوما لفلسطين. إن لم يكن على ساعدي هذه الشابة المتحمسة فعلى سواعد أجيال تسقيها الأرض قوة من غصن الزيتون والسماء من وعد رب السماء.